يا صباح الجمال، يا صباحكم من متجر ميرال اليمن. اليوم بنعطيكم نبدة عن قوالبنا الكثيرة، قوالبنا المتعددة الفخمة التي ليس لها مثيل. رمضان ما كريم مقدما من ميرال. عندنا قوالب المصحف بالشكلين والفوانيس اللي مرت حليلك رمضان، فرمضان يجمعنا مع ميرال اليمن. موجود معانا صحون تقديمية بأشكالها المنقشة والصافية، وموجود عندنا قوالب الحلويات واللي هي تستخدميها للشوكولاتة، وقالب لولو بوب وقالب الحلويات. معانا المزهرية اللي هي مخططة، وقوالب بغطاء مثلثات وتاج، ومزهريات متعددة الأشكال، والقالب البيضاوي المطلوب دائما والمربع، وقالب طولي 3 دوائر، وكمان عندنا اللي هو قالب الكونكريت وحوض الشمع وقالب علبة ثمانية. قطع الجانيت اللي تحبي تسوي فيها مباخر بأشكالها المتعددة المتنوعة، وكذلك قالب غطاء علبة مخططة، وقالب حامل نباتي، وقالب الفراولة. ونجي لمادة الكونكريت المخلوطة بعناية عن طريق خبراء وما يتبعها من ملمع بخاخ، ملمع سائل، ملمع بلمعة ذهبية، وحدايد المبخرة والمصلب، وألوان الكونكريت الخاصة بالمادة اللي تطلع لك شغلك مرة تحفة، مثل اللون الأحمر والأصفر والذهبي والبني والتفاحي وكل الألوان المختصة بهامة الألوان الأكريليك المتعددة. تحبي تضيفي لشغلك لمسة ولمعة مضافة، تستخدمي ألوان المايكا مثلك بتدرجاتها اللي ما تحصليهاش غير في متجر ميرال اليمن. الألوان التي تستخدم للريزن هي ألوان البيجمنت اللي تعطي تغطية كاملة، ألوان متدرجة لها 15 تدرج، وتعطي الشغل حاجة تحفة، مثل اللون الأبيض والأصفر والكركمي والأخضر والبنفسج والسماوي والتركواز، كمان معانا البيج واللحمي، تحصلي كله معروض في الكتالوج.